لا انا بضحك عليك. 4 الصبح ايش عم تساوي هون؟ رجع على البيت. لا انا راح يخطفوك، راح تموت. ما بصير ترقد الساعه 4 الصبح، لانه ما بصير جسمك ما متعود على هذا الموضوع، مشان يخلوك تقعد بالبيت وما تتحرك. هذا هو الشيء اللي هن بيساووه. شغلتهم ينزلوا من قيمتك، شغلتهم يخلوك تقعد بالبيت. خلي العالم التانيين يعيشوا حياه فقيره بس مو انت. خلي العالم التانيين ما يكون عندهم لامبورجيني بس مو انت. خلي العالم التانيين يضلوا بنفس المكان ويموتوا بنفس المكان بس مو انت. طاقه مثل الكذب، حماس مثل الكذب، كل يوم بتفيق الساعه 4 الصبح لحتى تحقق الهدف اللي انت بدك اياه. بتحط اهلك قدامك، شغفك قدامك، بتطلع على امك يلي عايشه بالبيت لحالها او اخواتك الصغار، حطهم قدامك لحتى يشتغل الحماس اللي جواتك لحتى تفجر ام العالم. كون مجنون مان، كون مجنون. ليتس جو. بوم. الساعة 5، رقدت 45 دقيقة. هلا قربت اوصل على البيت. فجرنا ام التمرين، بس هلا في حمام ماي بارد عم استنانا لحتى نفرفش. يلا خلينا نفجر الكواكب. حمام لازم يكون بمي بارد، اوكي؟ كنا اتفقنا كل يوم. وضروري عند الصبح ما تاخذ راحتك بالحمام، يعني ما تضل 10 ساعات، اوكي؟ لانه فوق الساعة 4 الصبح فاكيد لازم ناخذ الحمام بسرعة مشان نستغل الوقت، اوكي؟ عند الصبح. اوكي، الشغلات اللي انا بستخدمهم هلا هن الكريمات اللي انا بستخدمهم زائد ال عفوا انتوا تحت الابواب لازم ندللهم عشان ما يطلع ريحة الكليب. الشعرات مثل ما كنتم شايفين بنحط له زيت لحتى يطلع له اللمعة شوي. عطر وبس. هلا بنلبس وبنروح بنشرب السموزي. اوكي، وصلنا على التأمل. التأمل انا بعمله 15 دقيقة كل يوم. إذا أنت أول مرة بدك تساوي تأمل، فيك تساوي 10 دقائق بس. لما بتتأمل ركز على شغلة واحدة بس. في كتير عالم بيقولوا لك إنه أنت لازم ما تركز على ولا أي شيء، بس أنت ما بتقدر. لازم تركز على شغلة واحدة بس واللي هي نفسك. النفس لازم أنت تركز عليه. يب، السموزي اللي شفتوه على الانستغرام وحكيتولي ايش المكونات. راح افرجيكم ايش المكونات كلياتها. موزه، حليب، ما بعرف ليش هيك منظره بضحك. نجيب واحده اكبر مشان هذا الحجم مرتب. اي روح بكم ولا بعيد ولاك. الله العظيم عيب عليكم، والله العظيم عيب عليكم. لا يروح مخكم لبعيد، اوكي؟ مهم، موزة. هاي أول شغلة، تفتح الثلاجة، بتجيب. هذا فريز مثلج، ما بعرف إذا عنكم منه. وهذا كمان مثلج، ما بعرف إيش اسمه بالعربي. اسمه، والله ما بعرف اسمه بالعربي، مهم، بلو بيري، شكله هيك، توت بري، اوكي؟ السموزي هذا اسمه سموزي الأبطال، تحط كم حبة عاج. وبتحط كم حبة من الفريز المثلج. جود. هذا السموزي فقط للأبطال، اوكي؟ وبتجيب مكسرات بتحط جواته. إذا بدك ما في مشكلة، ما تحط جواته كتير مكسرات، فيك تحط فيه شوفان، بس مكسرات مرتبة، اوكي؟ وبتجيب حليب، حط بروتين. البروتين اللي أنا بستخدمه رح أحكي لكم عنه، اوكي؟ ما رح أفرجيكم إياه هلا. سكوب بروتين، تحط شوي كمان حليب. ريدي تو جو.
بالعادة أنا بدل ما أحط بروتين بحط فيه بيض، بياض البيض تنتين. لازم تجربوه، لازم تجربوه تعطين رأيكم لأنه عن جد قوي. وبالمناسبة اليوم نسيت أحط زيت الدقن، لأنه كنت بصور لكم فلوج، ولأكون معكم صريح أنا بسوي هدول الشغلات كليتهم بساعة، بس لأنه بصور فلوج فطولت ساعتين. فهلأ الساعة تقريبا شي 6:15، 30 دقيقة رقد و15 دقيقة حمام، وبعدين بكون جاهز. أنا بعمل تأمل بعدين بشرب السموزي وأنا بشتغل والوضع بتصير بيرفكت. لأكون معكم صريح، الفئة بكير كثير مهمة إذا عندك هدف. إذا ما عندك هدف بتفكر إنه ليش رح أفيق بكير، والشي اللي بصير معك إنه وقت بتفيق بكير وعندك هدف فبتأنجز كتير شغلات. للصراحة إذا أنت هدفك تنجح بالحياة فالشي اللي أنت لازم تسويه لازم تفيق الساعة 4 الصبح أو 5 الصبح كل يوم، كل يوم ما في رحمة. بجوز العالم يفهموه غلط، يقولوا هذا الشخص مجنون أو كذا، بس أنت ما في داعي أبدا تتأثر فيهم لأنه هن ضلوا بشر والبشر بحبوا يحكوا. فأنت لازم أبدا ما تتأثر بحكي العالم، لأنه إذا تأثرت بحكي العالم الشيء اللي بصير معك انه انت بتضلك بمكانك، ما بتوصل لاي مكان غير مكانك، ما بتطلع لفوق، بتضلك عم تنزل لتحت او بتضلك مكانك. او بتعرف شغله، تنزل لتحت ما بتطلع لفوق، لانه الانسان مستحيل يضل على نفس المستوى تبعه، لا اما بينزل لتحت لا اما بيطلع لفوق، مستحيل تضلك على نفس المستوى. بس هدفك هل انت شايفه ولا لا؟ اذا مالك شايفه لازم تبحث عنه، بس تبحث عنه وتشوفه هداك الوقت 100% بدك توصل لكل شيء انت بدك اياه. السموزي جاهز، المكتب جاهز، خلينا نبلش الشغل. الشي اللي انا بساويه هلا، بدخل برد على المسجات يلي العملاء بيعطي لي اياها، بعدين بدخل بشوف الكومنتات تبعتكم على اليوتيوب، بعدين بكتب فيديوهات اليوتيوب. اوكي، بعد ما اخلص كتابه فيديوهات اليوتيوب بشوفكم. اوكي، بوم، الحماس مثل الكذب. خلصت فيديو اليوتيوب، هلا بدي اقوم بدي اصوره وليتس جو. هاي مثل ما كنتم شايفين عم بجهز الاضويه لحتى اصور. 7:06 تستغل اليوم من اوله، ومع اني تاخرت ساعه على الشغل. يعني لو مالي عم بصور لكم انا هلا كنت سابق هذا الوقت بكثير. هيك 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 كله بيرفكت. يلا خلينا نصور فيديو اليوتيوب. بوم، خلصنا فيديو اليوتيوب الساعه 7:36. شف لي على هذا اليوم السعيد، يوم سعيد جدا جدا جزيلا. لسه الضو ما طلع. العالم نايمين. واو، خلص شغل اليوتيوب بهذا الوقت، تخيلوا معي. بس فهموني، مين بساوي هيك مواضيع؟ العالم بتقول هذا مجنون، شوفوا البيوت كلها اللي وراي، شوفوا بيتي. أشقة، بدنا نفجر الكواكب. طلعت الانرجي، خليني اكتب فيديو تاني يوتيوب وارد على المسجات، زائد في عندي كم اجتماع لازم اساويهم. بيرفكت، ليتس جو. اوكي، خلصنا الشغل على اللابتوب، كنت عم بساوي كم شغله. هلا اجى دور القهوه، لازم هلا لازمني قهوه 100%. بس قبل ما نشرب قهوه تعالوا نسلم على حدا. تعي عادي معي، تعي هتدخل لجوا. هاي تعي، وين رايحه؟ حسبت البيت بيتها. هاي اسكر الباب عليها، هلا بتولول تقلي طالعني طالعني. واو، شوفوا لها على المنظر. وينك؟ ايش عم تسوي هون؟ طلعي بليك، طلعي بضحك، كبرتك على العلقه. ايش روقتي؟ انبسطتي؟ ايش الوضع؟ عم تضرب لوين دخلت؟ ارجوك ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تخطفنيش، ما تاكلنيش. الواحد ايش يحكي؟ هاي القهوة صارت جاهزة، أنا بشرب قهوة وبغش شوي. أوكي، بغش، باكل معها كيك. السموزي اللي شربته أول شيء للصراحة كتير كتير تقيل على المعدة، يعني مثل كأنه عم تاكل وجبة، فهمت علي؟ فهذا السموزي بخليني تقريبا شي ساعتين ثلاثة من دون ما أكل أي شيء. وحتى هلا كمان يعني إذا جعت شوي، هاي قهوة وهاي كيك وبعد بشتغل إيزي بيزي. بس بعد ما أخلص الكيك والهذا فبصير وقت الفطور لحتى أكل. ساعة تقريبا 8:36، كل هذا الشغل ولسه على الساعة 8:36، مع انه انا متأخر ساعة. خلينا نصور فيديوهات تيك توك، فجر ام التيك توك، ليتس جو. للصراحة كتير تأخرت على الفطور، الفطور لازم كان قبل بساعتين، بس هلا تقريبا الساعة شي 10، فتأخرت كتير على الفطور. مالي بالعادة هيك، بس اليوم صار في اجتماعات كتير لهيك تأخرت. طيب ايش هذا الشيء بيعني؟ ليش تأخرت انا على الشغل؟ عشان افرجيك انه انت
الأهمية والأولوية لازم تحطها للشغل. إذا أنت عندك شغل وجعت لازم ما تاكل لحتى تخلص شغلك بعدين بتاكل. بس خلصت الشغل هداك الوقت بتاكل. ما بناكل وقت من جوع، بناكل بعد ما نخلص شغل. شفتها ولا لا؟ هون الانرجي بتصير مثل الكذب، الامور بالسليم. خلطه البيض تبعتي شيء ابن كلب، ما راح احكي لكم اياها هلا، بدي احكي لكم اياها بالفيديو تبع الاكل اذا بدكم اساوي لكم اياه. اذا بدكم اساويه، اذا بدكم اساوي لكم فيديو للاكل احكوا لي. بس هذا الفطور انا كل يوم بفطره، كل يوم كل يوم كل يوم، يعني هذا فطوري المعتاد يلي انا مغمض عيوني بساوي. خمسة بياض بيض و واثنين صفار بيض، بيض بيض دجاجة. روح محكم لبعيد ولك ولك. الله العظيم بعرف انا ايش بتفكروا، احيانا بتفكروا بشغلات غريبة عجيبة. طلع فيني طلع فيني، هتفكروا ايش الشغلات الغريبة العجيبة ولا لا؟ والله اوسخ شخصيات في الكواكب. اوكي البيض شبه بلش يجهز، اللمسات الاخيره اللمسات الاخيره نحطها هون. اوكي نجي على السلطه، السلطه السلطه جاهزه، بس بتفتحها وتقول بسم الله. بس ناقصه كم شغله لهيك لازم اعدل. فيها زيتون، فيها خس، فيها بندوره، فيها جزر، فيها بليله دره، في ايش فيها كمان؟ بندوره قلت، وفيها زيتون قلت كمان. فهلا بنضيف عليها، اوكي بنضيف عليها ليمون وافوكادو. عم تجوع ذبحنا. رايح اصفرن من الجوع. بس معلش قول السموزي كان قوي، السموزي كان كتير منيح الصبح، منيح لحقت اخذ سموزي. شوف شوف الفن بالتقطيع ما شاء الله. لبين ما اصور لكم الزوايا المرتبه، بس مصور يا اخي انا لازم افتح الشيف كزاز يوتيوب الشيف كزاز، ايش رايكم؟ شلون بتحضر وجباتك وشلون بتاكل الاكلات المرتبه؟ شوف الليمون اي باري اي باري. والله انه ارجى شخصيات في الكواكب. السلطة جاهز، السلطة صارت جاهزة. بوم بيرفكت خلصنا، بس ضل التنظيف. أحسن بيض في التاريخ كلياته. هذا هو الفطور، سلطة بيض وخبز، خبز أسمر وبفضي جواته. فبس هلا في منكم بيقولوا انه انت حياتك شغل واكل وتمرين، ايه لهيك انا ما بصوركم كثير شغلات، يعني انا ما بصور فلوجات او كذا لانه هي حياتي عباره عن شغل واكل وتمرين. في ايام بطلع للبحر مع رفقاتي، بس مو كثير. اوكي حاليا انا يعني مخصص وقتي كلياته فقط للشغل وللتمرين، لانه لازم يعني لازم اشتغل، هذا العمر اللي انا هلا فيه لازم اشتغل، ما لازم اضيع وقتي على الفاضي. اذا انا صار عمري 50 سنه، هل انا عن جد راضيان عن الشيء اللي انا عملته وقت كان عمري 24 سنه؟ ايه. ليش؟ لانه انا عم بشتغل بكل ما بقدر، بكل ما بقدر عم بشتغل. انا كثير مبسوط على الروتين اللي انا عندي اياه، كثير مبسوط على كل شيء عم بساوي، كل شيء
على التغير الرهيب يلي صار بحياتي من وقت ما بلشت هذا الروتين لحد الآن. ما بتتخيلش قد أنا تغيرت حياتي بهذا الروتين. فحتى بكورس من الصفر للمية بنحكي عن الروتين وشلون أنت بتساوي حياتك مثل ما نحن عم نساويها، لأنه ما حدا بفهم الشيء اللي نحن عم نساوي. إذا أنت بدك تنجح بحياتك لازم تعاون، لازم تروح لمكان ما فيه حدا، ولازم تتوحد. نعم، خليني أكل وبعد ما أخلص منشوف الشيء اللي بعده. نعم، متحمس أكل، جوعان. بعد الفطور طلع اتشمس شوي، اخذ شوية راحة. الشغل مرتب كان اليوم، شايفين الحياة فولاذية بهذا الوقت. وقت اللي انا بعمل ريلاكس باكل فواكه وكذا، بروق بكون عم بسمع لكورس من الصفر للمية، لانه اسبوع المايند سيت لحاله بحث تاني. لما بكون بسمع كتب وبروق بعد لي ساعة بعدين بطلع للنادي. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. My head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone. اليوم كان تمرين ايدين، تمرن 45 دقيقة بالعادة، بتمرن 45 دقيقة لأ من ساعة ونص، حسب إذا ما عملت كارديو. إذا عملت كارديو بتمرن 45 دقيقة للساعة، إذا ما عملت كارديو بعمل تمرين 45 دقيقة للساعة. فبس اليوم تمرنا ايدين، فجرنا امر ايدين، وهلا رايحين على البيت. Let's go.